التراب ده غير الضرب صمتي. أهلا بكم مشاهدينا في تغطيتنا المستمرة لملحمة طوفان الأقصى. يحسمها أبو عبيدة مجددا، لا تفاوض قبل وقف إطلاق النار، يكررها من منطلق واثق يبعث إلى الاحتلال برسالة واضحة، وهي أن المقاومة متماسكة ومستعدة لجولات جديدة من المعارك والاستنزاف عسكري وآليات الاحتلال على أرض غزة. استنزاف يدفع قادة الاحتلال إلى إعادة النظر في طريقة انتشاره في القطاع. عموما ثمة عين على الميدان وأخرى على الضفة واقتحامات واعتداءات الاحتلال المتكررة، وعين على القاهرة وعلى الاقتراحات المطروحة لوقف إطلاق النار. في البداية ننتقل مشاهدينا الكرام إلى بيروت، وكلمة لحرم رئيس الجمهورية الإيرانية السيدة جميلة عالم الهدى. وأن يشفعوا لنا الشهداء وعوائلهم. من در اینجا آمدم که هم سلام خودم و هم سلام آقای رئیس جمهور رو خدمت شما ابلاغ کنم. جئتكم الى هنا ابلغكم سلامي وسلام السيد الرئيس رئيس الجمهورية الإسلامية. ان شاء الله با پیروزی در فلسطین، ان شاء الله که با پیروزی در فلسطین ما دور هم جمع بشیم و جشن پیروزی رو در همین جا بگیریم. على امل ان نجتمع عند النصر عندما تنتصر فلسطين والمقاومة ونحتفل ها هنا هنا بالتحديد معكم بهذا النصر. السلام عليكم ورحمة إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا جانب من كلمة ألقتها حرم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيدة جميلة عالم الهدى في بيروت لدى وصولها بطبيعة الحال في زيارة إلى لبنان. أنتقل مباشرة إلى غزة والزميل أكرم دلول مراسل الميادين من هناك ليطلعنا على آخر المستجدات والتطورات. تفضل أكرم. سنعود مرة أخرى لأكرم ريثما يتم إصلاح هذا الخلل التقني، وأرحب بالسيد حسن مرهج خبير في الشؤون الإسرائيلية انضم إلينا من القدس المحتلة، وأيضا عزام أبو عدس خبير في الشؤون الإسرائيلية ينضم إلينا من نابلس. أهلا ومرحبا بكما. وأبدأ معك سيد مرهج، سأبدأ من يعني آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية حاليا فيما يتعلق بصفقة جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية. هناك وساطات متعددة لا سيما الوساطة المصرية والوساطة القطرية. مبادرة قطرية قدمت، رفضت أول نسخة منها، وهناك تعديل بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بالأمس، تعديل آخر على هذه الوساطة سيقدم لفصائل المقاومة الفلسطينية. أيضا الوساطة المصرية ببنودها على ما يبدو رفضت مصريا، وبانتظار بطبيعة الحال الرد الفلسطيني عليها، ولكن حتى الآن تبدو الأجواء غير إيجابية فيما يتعلق بهذا الأمر. كلام الناطق باسم كتائب القسام بالأمس أبو عبيدة كان واضحا بأنه لا تفاوض قبل وقف إطلاق النار، وبالتالي هذا الأمر محسوم لفصائل المقاومة الفلسطينية. هل تعتقد بأننا سنتوصل إلى صفقة معينة خلال أيام، إلى هدنة، ربما إلى وقف لإطلاق النار في ظل تمسك كلا الطرفين بموقفه حتى هذه اللحظة؟ نعم، بداية صباح الخير لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. أنا باعتقادي أنه الآن هناك جهوزية تامة للتوصل إلى اتفاقية يستطيع الجانب الإسرائيلي أن يتعايش معها وتخدم يعني بالتالي المطالب الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأهمها لربما نجد يعني نوع من التغيير في صيغة هذا الاتفاق، وبالتالي المضي في يعني ذهاب إلى مثل هذا الاتفاق، لأنه الجانب الإسرائيلي الآن باعتقادي جاهز كل الجهوزية بعد أنه لم يستطع عسكريا أن ينفذ أو أن يعني يحقق أي هدف من الأهداف المعلنة سياسيا للجانب العسكري. باتت الأثمان باهظة جدا في هذه الحرب، ليس فقط على مستوى العسكري في قطاع غزة أو في الجبهة الشمالية، حتى في الجبهة الداخلية بات عبء كبير جدا على المجتمع الإسرائيلي من هذه الحرب، وخاصة أنها دون نتائج، وبدأت حتى سل السيوف هنا في الداخل الإسرائيلي سياسيا لمحاسبة يعني نتنياهو وحكومته وإلى ما هنالك. طيب يعني الجانب تعتقد بأنه النسخة الثانية الآن من ربما المبادرة القطرية، وهي بطبيعة الحال هي مبادرة إسرائيلية يعني قدمت عبر قطر في نهاية المطاف من قبل إسرائيل، وليست مبادرة قطرية بالكامل، هي مبادرة إسرائيلية عبر قطر قدمت لفصائل المقاومة الفلسطينية. هل تعتقد بأنه النسخة الثانية هي تراجعا إسرائيليا ما؟ نعم، هو بالتالي يعني تراجع اسرائيلي بحت، يعني نحن نعرف انه الان اسرائيل تريد وقف هذا اطلاق النار، هي من بادرت وهي سوف تنسحب من قطاع غزه، واعلن عن ذلك يعني لحزاب امني بسيط في الحدود الشماليه مع قطاع غزه، وترك لنفسه مجالا يعني لخطاب، يعني هناك خطاب ايضا للداخل والحكومه بانه الذهاب الى عمليات انفرادية، ولكن ليس الآن، ولكن يتحدث عن وقف إطلاق نار بعيد المدى. الحديث الآن على ماذا، من سوف يحكم في قطاع غزة، الحديث يعني على المخطوفين وتبادل الأسرى بشكل تام من نعم يعني وتبييض السجون من الجانب الإسرائيلي، ويعني بالتالي أي معركة أو أي حرب تحسم على طاولة المفاوضات. وباعتقادي انه اسرائيل ماضيه في هذا الاتفاق، طبعا لربما يعني تحفظ لنفسها موقعا ما لتستطيع ايضا ان تخاطب المجتمع الاسرائيلي، ولكن هناك باعتقادي جهوزيه تامه لقبول بالشروط المقاومه الفلسطينيه ووقف اطلاق النار والمزيد من المواد الغذائيه والمساعدات الإنسانية، وحتى طيب كان تصريح هي لإسرائيل بأنها شروط المقاومة واضحة في هذا الإطار سيد واضحة. نعم مرهج، وهنا أسأل عزام أبو عدس، إلى أي مدى يعني عندما نتحدث الآن عن تراجع إسرائيلي ما، إلى أي مدى من الممكن أن يكون مستوى هذا التراجع؟ هل لمستوى الموافقة على كل شروط المقاومة الفلسطينية التي باتت واضحة، موقف الفصائل الفلسطينية حتى هذه اللحظة لم يتغير لم يتبدل، هو موقف متماسك وهناك إصرار عليه يتعلق بوقف إطلاق النار الشامل والتي بطبيعة الحال ذكرها السيد مرهج، وبالإضافة إلى صفقة تبادل يعني شاملة للأسرى، تبييض السجون، فك الحصار، إدخال المساعدات، إعادة الإعمار، كل هذه النقاط التي تم الحديث عنها سابقا، هل تعتقد بأن التراجع الإسرائيلي سيصل إلى مستوى الموافقة على هذه الشروط بشكل كلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهور مشاهديكم. الحقيقة نعم هناك تراجع في الموقف الإسرائيلي، لكن حتى الآن لم يصل هذا التراجع إلى مرحلة أن توافق دولة الاحتلال على كل شروط المقاومة، لأن شروط المقاومة هي صورة هزيمة لا تقبل الجدل لدولة الاحتلال، وصورة انتصار لا يقبل الجدل للمقاومة. وبالتالي إسرائيل نعم الآن حتى الآن لم تحقق أهدافها، حتى الآن تعاني من خسائر اقتصادية هائلة جدا، تعاني من تعقيد في هذه العملية العسكرية، لكن علينا أن نفهم أيضا وجهة النظر الصهيونية إلى هذه الحرب. إسرائيل تنظر إلى هذه الحرب على أنها حرب وجود أو عدم، إسرائيل تنظر إلى هذه الحرب على أنها بمستوى ما تسميه حرب التحرير،
وهي الحرب التي قامت بها في النكبة في العام 1948. إسرائيل تنظر إلى هذه الحرب على أنها أشرس وأقسى حرب تخوضها منذ تأسيسها، وبالتالي مسألة استسلامها ليست مسألة بسيطة. إسرائيل لا زالت بحاجة لمزيد من الوقت ومزيد من الخسائر ومزيد من الضغط ومزيد من الجبهات حتى تستسلم، لأن قدرتها على الصمود في هذه الحرب بسبب حالة كي الوعي التي أحدثتها المقاومة في 7 أكتوبر يعني لا زالت كبيرة، وإن بدأنا نرى الكثير من التصدعات سواء في الموقف السياسي للحكومة، سواء في الموقف الإعلامي أو في الموقف الشعبي، لكن حتى الآن لا زلنا في مرحلة القتال وفي مرحلة الحرب وفي مرحلة القدرة على احتمال الخسائر، وهذه مسألة مهمة. فبالتالي هي الآن مرحلة عض الأصابع، لكن في تقديري إذا انتقلت إسرائيل إلى المرحلة الثالثة من هذه الحرب دون أن تحقق أهداف المرحلة الثانية فهذا يعني كارثة، وكارثة كبيرة جدا بالنسبة وهي لإسرائيل. سبق أن انتقلت إلى المرحلة الثانية دون أن تحقق الأهداف في المرحلة الأولى، ويعني عسكريا العديد من المحللين والمراقبين العسكريين والاستراتيجيين يقولون بأنه هذه المراحل هي بدعة في الحقيقة وابتدعتها إسرائيل، وأيضا هي فقط موجهة لداخل كان الاحتلال الإسرائيلي ليقول أو تقول الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الإسرائيلي بأنه نحن نحقق تقدما وأيضا نحن يعني ماضون في خطتنا كما يجب، ولكن في الحقيقة تنتقل من مرحلة إلى أخرى دون تحقيق أي إنجاز. سأنتقل إلى قطاع غزة مع مراسلنا من هناك أكرم دلول ليطلعنا على آخر المستجدات وأيضا التطورات فيما يتعلق بالواقع الميداني وكذلك الواقع الإنساني. يعني ملحم، كنا نتحدث عن صباح دام جديد على أهالي قطاع غزة، تحديدا في وسط وجنوب القطاع. هناك سلسلة كبيرة من المجازر ارتكبتها إسرائيل فقط منذ ساعات فجر هذا اليوم، وحتى الآن وصل قرابة 40 شهيدا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منازل مأهولة بالسكان والنازحين وعدد من الشقق السكنية في كل مخيمات المنطقة الوسطى، بدءا من البريج والنصيرات وأيضا الزوايدة إلى جانب المغازي. في هذه المناطق كانت وما زالت حتى اللحظة الغارات الإسرائيلية يعني مستمرة بشكل كبير، وهناك أيضا قصفا مدفعيا لم يتوقف طوال الليل ومتواصلا حتى هذه اللحظة. هذا القصف المدفعي ما زال يؤدي مع مرور الوقت إلى مزيد من الشهداء والضحايا بين المدنيين العزل، وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى هذه المناطق التي تتعرض إلى هذا القصف المدفعي المتواصل. كذلك الزوارق الحربية الإسرائيلية تشارك في هذا العدوان بوتيرة متسارعة في المنطقة الوسطى من القطاع. معظم الشهداء بحسب ما علمنا هم من النازحين، تحديدا من سكان مدينة غزة، على غرار عائلة إسماعيل التي تعرض المنزل الذي نزحت إليه في مخيم المغازي إلى القصف الإسرائيلي، وبالتالي كان ضحية ذلك استشهاد 8 من الإناث، كلهم إناث يعني أطفال ونساء من الإناث، لم يوجد أي ذكر بينهم، وهذا دليل واضح على أن الاحتلال الإسرائيلي ممعن في سياسة القتل الجماعي بحق هؤلاء المدنيين العزل. كذلك في خان يونس كانت هناك فجر هذا اليوم غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة العمور في منطقة الفخاري، وتم نقل 17 شهيدا على الأقل، بالإضافة إلى أن هناك أعدادا مفقودة من المصابين وكذلك الشهداء، بعضهم تحت ركام البنايات التي دمرتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، والبعض الآخر ربما تطاير من شدة قوة هذه الصواريخ والقنابل الأمريكية التي تستخدم من قبل الاحتلال ضد الأحياء السكنية، وهذا بالمناسبة حصل أكثر من مرة. كذلك في خان يونس القصف المدفعي ما زال عشوائيا ويستهدف وسط المدينة أي قلبها، وهناك يعني معطيات تشير إلى أن المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي هي مناطق مأهولة ومن أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان والنازحين، على اعتبار
أن هذه الأماكن تعتبر واحدة من الأماكن التي كان يفترض أن تكون آمنة في جنوب ما سمتها إسرائيل بمنطقة وادي غزة. كما تلاحظون الشهداء في كل مكان. عموما أيضا في رفح كانت هناك مجزرة كبيرة ارتكبتها إسرائيل في مخيم الشابورة، وراح ضحية هذه المجزرة ما لا يقل عن 20 فلسطينيا، معظمهم أطفال أو على الأقل من بينهم 7 من الأطفال نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طال منزلا مأهولا بالسكان على مقربة أيضا من مستشفى الكويتي، هذا المستشفى الذي يأوي عدد كبير من النازحين إلى جانب جرحى ومصابين. في شمال قطاع غزة تحديدا منطقة الصفطاوي في حي الشيخ رضوان ارتكبت إسرائيل مزيد من عمليات القتل الجماعي بحق عائلات بأكملها وفق ما ترد إلينا من أخبار، واقتحم جنودها عدة بنايات سكنية وأعدموا الرجال بعدما فصلوهم عن النساء. وهذا بالمناسبة نهج إسرائيلي مستمر منذ عدة أيام بحسب كثير من المراكز الحقوقية التي تطالب بالكشف ويعني الإدانة لهذا السلوك الإجرامي الإسرائيلي الذي ينم عن جرائم حرب مكتملة الأركان. كذلك في ذات الحي منطقة الصفطاوي تم تفجير ما لا يقل عن 60 بناية سكنية بينها أبراج وعمارات شاهقة عبر متفجرات وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي على ما يبدو أنه لم يكتفي بهذه الأطنان من المتفجرات التي تقصفها الطائرات الحربية. سنأخذ يعني أحاديث بعض الناس في هذا المكان لنتعرف يعني على وجهة نظرهم فيما يجري. أختي الكريمة، شو رسالتك وأنت تريدين أن توصلي هذه الرسالة؟ قبل الرسالة شعرنا بملل من كثر الصحافة والإذاعة والأخبار. المنظر الذي المؤلم، الأطفال الصغار، النساء، كل هذا. الدول العربية، الحكام، ندعي ربنا الكوارث الطبيعية تيجي يوم من الأيام وتنتقم من كل الناس اللي بتتفرج علينا، يشوفوا أولادهم زي ما بيصير في أولادنا، يحكوا إيش عملنا عشان يصير بأولادنا هيك، كما تدين تدان. إذا الدول الغربية، نتنياهو وبايدن، رغم إنهم على خلاف في بعض الأمور لكن اتحدوا واتفقوا، هم كفار. المسلمين وين المسلمين بتفرجوا؟ إيش بيعملوا؟ لو اكتاش بالدافع مالها وين المشاعر؟ هي القدس مكتوبة باسمنا وربنا. انت بدك تضلك حاكم يا رئيس، يا حاكم، بدك تضلك تحكم عمرك قديش؟ 70؟ بدك تحكم كمان 100 سنة؟ شو بدك تقول لربنا في اول ليلة بالقبر، اول ساعة؟ ايش بدك تقول لله؟ بدي افهم انا، مش عارفين انتم من اي ديانة. الحوثيين الله يبارك فيهم، ربنا ينصرهم. هاي الرجل، هذا العربي الاصيل، بين كل انسان على حقيقته. يا ناس الدنيا بتروح، الدنيا فانية، انت عايش مؤقت، مش حتضلك مالك الملك. غير حساباتك، حس فينا يا الله، خلاص بكفي. احنا ولادنا صغار بنطلع عليهم بنخبيهم وجعان في حضنك اخبيه عشان انا اللي اموت واحمي ابني. الاقي الصاروخ يجي على ابني قدام عيني، والله حرام عليكم، زلتونا واحنا نعيد ونزيد في نفس الاسطوانه. اتحركوا في مشاعركم، اعملوا اشي يا ناس، حرام عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل. لو وقتش يا ربي بكفي، بكفي تتفرجوا، بكفي ننتظر، معيب، كفي. بالفعل يعني ملحم حجم المحرقة والمجزرة والإبادة يعني مهول، وبالتالي هذه السيدة الموجوعة على فقدان بعض أبنائها كانت هكذا رسالتها. ونحن نتحدث عن أن الدماء ما زالت تسيل على مدار اللحظة دون أن يحرك هذا العالم، وتحديدا حقيقة بالنسبة لأهالي غزة هم غاضبون تماما من الموقف العربي الرسمي الذي ما زال غير قادر على لجم هذه المحرقة والإبادة التي تمارس بحق الفلسطينيين الذين يدافعون عن القبلة الأولى للمسلمين وهي المسجد الأقصى.
نعم أكرم، هي صرخة بطبيعة الحال ممزوجة بالألم والحرقة، والتي تعكس واقع الحال الأليم الذي يعيشه المواطن الفلسطيني في قطاع غزة جراء هذه الجرائم الوحشية الإسرائيلية التي ترتكب بحقه بشكل يومي. ننوه مشاهدينا الكرام إلى أن أيضا على شاشتنا الآن كما يبدو هناك مظاهرات حاشدة في صعدة شمال اليمن إسنادا للشعب الفلسطيني تحت عنوان معكم حتى النصر والأمريكي لن يوقفنا. إذن مشاهدينا ما نتابعه الآن على شاشتنا هي مظاهرات حاشدة من صعدة شمال اليمن إسنادا للشعب الفلسطيني بعنوان معكم حتى النصر والأمريكي لن ينقذنا. أعود لاستكمال هذا الحوار مع ضيفينا حسن مرهج وعزام أبو عدس. سيد أبو عدس، كنت تتحدث قبل قليل بأنه بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي الوقت لم يحن بعد للاستسلام والموافقة على شروط المقاومة الفلسطينية بشكل تام، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يجري في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، حجم الانقسامات العمودية، الخلافات التي بدأت يعني على العلن، وهذه ربما للمرة الأولى تحدث هكذا خلافات علنية في ظل الحرب، هذا الأمر لم تشهده أو لم يشهده كيان الاحتلال الإسرائيلي سابقا، وبالتالي المظاهرات، تغير الرأي العام العالمي، الضغوطات الدولية، كل هذه الأمور برأيك حتى الآن أليست كافية للموافقة على شروط المقاومة الفلسطينية والدخول في صفقة تبادل للأسرى من كلا الطرفين؟ يعني لا شك بأن كل هذه الظروف التي تفضلت بذكرها ستلعب أثر مهم جدا، لكن على ربما على المستقبل القريب والمتوسط، لكن ليس الآن، ليس في هذه الأيام. دولة الاحتلال ترى هذه الحرب بأنها حرب وجود أو عدم، وبالتالي لنفهم أكثر علينا أن نعرف ما الذي يترتب على خسارة هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل حتى نفهم فداحة الأمر. أولا، إذا خسرت إسرائيل هذه الحرب لن يعود أي مستوطن من مستوطني غلاف غزة، وبالتالي نحن نتحدث عن 100,000 أو 85,000 تقريبا مستوطن لن يعودوا إلى مستوطناتهم في سابقة خطيرة. أيضا نتحدث عن مدن قريبة من قطاع غزة، عسقلان وأشدود، ستتعرض لخسائر كارثية ولن تكون مرغوبة في السكن. أيضا نتحدث عن مستوطني الشمال، 100,000 مستوطن لن يعودوا إلى مستوطناتهم دون حسم عسكري مع حزب الله، وإذا لم تستطع إسرائيل أن تهزم حركة حماس بالتالي من الطبيعي والبديهي أنها لن تستطيع هزيمة قوة مثل حزب الله. نتحدث أيضا عن أن 11 مليون يهودي حول العالم لن يفكر أحد منهم بالهجرة إلى دولة لا تستطيع حماية مواطنيها. أيضا قيمة إسرائيل الاستراتيجية في عيون الغرب، في عيون الولايات المتحدة، في عيون المطبعين العرب ستتدنى، لن يعود لها أي قيمة استراتيجية، وبالتالي لن يكون أصلا مبرر لوجودها. فبالتالي هذه الحرب يترتب عليها الكثير جدا من الخسائر، هي ليست فقط خسائر مادية وخسائر بشرية، هي خسائر في جوهر وأساس المشروع الصهيوني كمشروع استيطاني إحلالي، ولذلك إسرائيل ستقاتل وتقاتل بقوة. لكن ما تفضلت بذكره من خلافات هي عوامل إضعاف لهذه الحملة وسنرى أثرها قريبا. على سبيل المثال بدأنا في حطر العاجل احتل يسجله. نعم، على سبيل المثال بدأنا نرى حالة تصدع شديد جدا في الموقف السياسي في إسرائيل، في الموقف الإعلامي. الإعلام بدأ يتحدث عن طول هذه الحرب، عن الخسائر التي تمثلها، بدأ الإعلام يتحدث عن الفشل في تحقيق أهداف هذه الحرب. أيضا خصوم نتنياهو السياسيين بدأوا يخرجون ضده، كانوا لا ينتقدونه في بداية هذه الحرب، يعني بسبب ربما ما يحدث من قتال في قطاع غزة، لكن الآن هناك انتقادات قاسية جدا توجه إلى نتنياهو، أصوات مثل عميد سيجال، مثل يتسحاك بريك، مثل
رونين بريجمان بدأت تنتقد هذه الحرب وطريقة إدارتها، وبالتالي نعم هناك تصدع، لكن حتى الآن هذا التصدع في بداياته لن يؤتي أكله إلا بعد فترة من الخسائر واشتداد القتال، ولا سيما إذا اشتد الأمر تحديدا على الجبهة الشمالية. الجبهة الشمالية تحديدا الأمس وأول أمس كانت تشكل عامل ضغط هائل جدا لإسرائيل، ووصول المسيرات إلى حيفا وعكا جعل هذه الحرب تنتقل إلى مرحلة أخرى. ولا شك بأن التريث الإسرائيلي والانكفاء الإسرائيلي عن الشمال أيضا يشكل ضغط على هذه الحكومة، فبالتالي لدينا الكثير من العوامل، لكن حتى الآن هذه العوامل لم تصل إلى مرحلة الكتلة الحرجة التي يمكن أن تؤثر على مسار هذه الحرب بشكل دراماتيكي. طيب سيد مرهج، يعني الجيش الإسرائيلي وهذا الخبر العاجل الذي كان يرد على شاشتنا قبل قليل، الجيش الإسرائيلي يقول أو إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول الجيش يوسع المناورة في منطقة خان يونس، وسبعة ألوية تعمل في المنطقة بعد انضمام لواء المظليين إلى الهجوم. ما الذي يعني هذا الأمر برأيك؟ هل يعني خسائر كبيرة الآن تعرض لها الجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة على مدار أكثر من 56 يوما من العملية البرية، وبالتالي بدأ يستعين بألوية أخرى لهذه المعركة؟ يعني لو لاحظنا كل التصريحات في الآونة الأخيرة والأيام الأخيرة تحديدا، وخاصة عن بدء المرحلة الثالثة أو التحضير إلى المرحلة العسكرية الثالثة والتي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي في الانسحاب حتى من خان يونس، وبدأ انسحابه يوم أمس من منطقة الشاطئ وميناء غزة أخلى كل هذه المناطق، وتواجده بعد في شمال غرب قطاع غزة بيت لاهيا بيت حنون وكل منطقة. وخان يونس يعني هي المعضلة الصعبة التي تواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ولا بد كان من بسبب الخسائر الكبيرة التي كانت في الألوية السابقة التي حاربت وخرجت من قطاع غزة كجولاني وجبعاتي وغيرهم من الألوية، وإدخال ألوية أخرى للعمل في المنطقة. الإسرائيلي الآن يريد أن يحقق أي إنجاز بعسكري في منطقة خان يونس، لأنه يعتبرها النقطة الصعبة في هذه الحرب في قطاع غزة، ولابد كان من انه ان يستعين في وحدة المظليين او تنحنين كما يسموها في اللغة العبرية، وادخلهم في تلك المنطقة. ايضا لربما يستطيع من خلال تواجدهم العسكري الحصول على اي معلومات، حيث التصريحات الإسرائيلية دائما تركز من يوم امس بانه هناك بنك من المعلومات حصلت عليه بإحدى المقرات لقيادة حماس، معلومات وأوراق كبيرة جدا يعني بالأعداد كبيرة بالآلاف من الوثائق والأشرطة وإلى ما هنالك، وهذا كله يعني استخباراتيا يفيده الإسرائيلي. الإسرائيلي الآن هو الترويج، عذرا يعني في هذه النقطة بالتحديد سيد مرهج، الترويج الإسرائيلي لهكذا أكاذيب في الحقيقة بدأ منذ اللحظة الأولى لبداية التوغل البري، وإسرائيل تتحدث إما عن تدمير أنفاق إما عن كشف مستندات ووثائق تفيدها في هذه المعركة، إما عن يعني ضرب مقرات معينة لفصائل المقاومة الفلسطينية. كل هذه القضايا في الحقيقة بالرغم من الحديث عنها منذ أسابيع حتى هذه اللحظة، ولكنها على أرض الواقع لم تتحول ربما إلى إنجاز إسرائيلي حقيقي أو تحدث أي إنجاز في هذه المعركة. وبالتالي يعني لماذا دائما تتحدث إسرائيل بهكذا أمور بالرغم من عدم وجود أي شيء يثبت هذا الكلام؟ هو إنجاز للرأي العام الإسرائيلي فقط، وهي الحديث وكل هذه المعلومات هي نوعا ما لترويض ويعني تهدئة
ورفع المعنويات للمواطن الإسرائيلي أو المجتمع اليهودي في إسرائيل طيب، وأنت بشكل سيد مرهش عام. أنت يعني تراقب الإعلام الإسرائيلي وأيضا يعني ما يتم الحديث حوله في المجتمع الإسرائيلي، هل هكذا أمور تنطلي بكل بساطة داخل المجتمع الإسرائيلي على المستوطنين؟ يعني بالأغلبية نعم، يعني هذا ما يحتاجه المواطن الإسرائيلي من رفع معنويات، وأي يعني أي إنجاز يتحدث عنه داخل قطاع غزة، حتى لاحظ أنه حتى التفجيرات للمدارس أو التفجير للجامعة أو التفجير لإحدى المساجد وكل ما حصل حتى بالضفة، لم يعني كان يروق ذلك إلى المجتمع الإسرائيلي وخاصة المجتمع اليميني. ولا ننسى بتركيبة هذه الحكومة، هذا المجتمع هو عبارة عن 64 يعني بما يعني يتمثل في البرلمان الإسرائيلي، هو حوالي 64% تقريبا هذا المجتمع اليميني واليميني المتطرف، وهو يؤيد كل ما يقوم فيه الجيش، وحتى إن لم يكن إنسانيا بهذا. يعني لاحظ حتى هناك تشابك بين الإعلاميين، بين جدعون ليفي، وهناك قرر كان يوم أمس، ويعني حتى كان تلاسن فيما بينهم. جدعون ليفي كان ضد قتل الأطفال في قطاع غزة وهذا القصف الهمج وإلى ما هنالك، وقرر كان يعني يذكره بسبعة ما حصل بسبعة تشرين، ويشرع كل ما يقوم فيه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. هذه الصورة، وبدأ أيضا الإعلام الإسرائيلي، وهذا ما جعلني أستنتج بأنه الصفقة قريبة جدا، لأنه الآن الإعلام الإسرائيلي أيضا بدأ يحضر إلى عملية النصر التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي، ويستخف حتى يفسر بأنه كيف سوف يتحدث الإعلام العربي والمقاومة الفلسطينية عن إنجازاتها وانتصاراتها، وقال أنه يعني كل يرى انتصاراته بطريقته الخاصة، ولكن ما قامت فيه إسرائيل يعني هي حتى أنه طيب. سوف تعزز بذلك بالإعلام بأنه قوة ردعها، أنه يعني عبرة لمن اعتبر ما فعلنا في قطاع غزة، وعلى من تسوله نفسه أن يشاهد ما فعلنا في قطاع غزة. الصفقة باتت ربما هذا قريبة يكون برأيك عمل سيد غزة. مرهج، الصفقة باتت قريبة كما قلت قبل قليل، والإعلام الإسرائيلي بدأ يعني يمهد الطريق، مهيئ. يهيئ نعم. الطريق ويمهد الطريق لهذه الصفقة ولإنجازات إسرائيلية يعني محتملة، ولكن حتى أستاذ ملحم في شغلة بس، إنه في بدأ بالأيام الأخيرة حديث عن ممر ما بين قبرص وقطاع غزة، ممر بحري. ممر بحري يوم أمس أيضا الإعلام الإسرائيلي تحدث عن ذلك كثيرا، وأنه إدخال المساعدات، وأنه تم الاتفاق والتوصل الاتفاق بين إسرائيل وقبرص بإدخال المساعدات عبر البحر من قبرص إلى ميناء غزة. هذا أيضا تطور جديد بالنسبة للجانب الإسرائيلي. ولا ننسى أنه بلينكين الآن متواجد في تل أبيب لإتمام هذه الصفقة. طيب سيد مرهج، ربما السؤال الأهم هنا، ما هو شكل هذه الصفقة التي سترضى بها إسرائيل وستوافق عليها الأطراف الأخرى كذلك؟ أنا باعتقادي الجانب الإسرائيلي سوف يذهب إلى مراحل، يعني هو يحدد الهدنة المتفق عليها لأشهر، يعني ولفترة زمنية لأكثر من عام، خلالها يتم إدخال انسحابه من قطاع غزة بشكل تام، ووضع حزام أمني في شمال قطاع غزة بين الغلاف وبين قطاع غزة، ويعني يسمح لنفسه أو يعطي لنفسه الحرية بأنه هو يستطيع أن يقوم في عمليات بقطاع غزة بأي وقت، يعني هو يجد لنفسه أنه هناك نوع من المخالفات أو نوع من إدخال أسلحة أو إلى ما هنالك، يعني هذا بالتعبير الأمني الإسرائيلي، وبالتالي الذهاب إلى عملية تبادل الأسرى، وإن كان هناك يعني تبييض السجون مقابل الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. نعم. إدخال طبعا دائما يعني الشرط الأساسي، أو يتحدث الجانب الإسرائيلي عن
السماح في إدخال كل أنواع المساعدات الإنسانية والصحية ولكن والمفروض إلى قطاع غزة. ولكن الهدنة الطويلة حتى الآن مرفوضة من فصائل المقاومة الفلسطينية، وهناك إصرار على وقف تام لإطلاق النار. هل نعم تعتقد نعم. بأنه خاصة بأن الظروف، وهذا يعني كما تقول وسائل الإعلام إسرائيلية وحتى مسؤولين إسرائيليين تحدثوا في هذا الإطار بأن الظروف الآن هي لمصلحة حركة حماس وليس لمصلحة إسرائيل بعد أكثر من 85 يوما من هذه الاعتداءات الإسرائيلية، هل تعتقد في ظل هذا الوضع العام وهذه الأجواء أن ترضى المقاومة الفلسطينية بهدنة مؤقتة؟ يعني هي ليست هدنة مؤقتة، ولكن الجانب الإسرائيلي لا يستطيع أن يقول بأنه وقف إطلاق النار تام كما يعني نحن نفهمه والمقاومة الفلسطينية حددته وكل هذا. وهي تريد أن تغير الصيغة ولكن بنفس النتائج، يعني هو وقف إطلاق نار ولكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي سوف تكون له صيغة أخرى يستطيع أن يروجها للمجتمع الإسرائيلي. بيبي نتنياهو يستطيع أن يقدمها إلى حكومته، لأنه إذا لو أعلن وقف إطلاق نار بنفس الكلمة والجملة التي نحن نتحدث فيها، حكومة نتنياهو لن تبقى يومين، لأنه بن غفير وسموتريتش أعلنا أنه حين يعلن عن وقف إطلاق النار نحن سوف نخرج من الحكومة، إذا كانوا صادقين أو أنه بس للترويج الإعلامي. إذن سوف يجدوا صيغة مختلفة ولكن النتيجة سوف تكون واحدة، وأعتقد أيضا هذا الصيغة سوف تتناسب أيضا مع المقاومة الفلسطينية. يعني هو لا نتحدث عن وقف إطلاق نار نهائي وانسحاب كل القوات وإلى ما هنالك، إلا يعني يستطيع أن نسميها تهدئة إلى 6 شهور وبعدها 6 أشهر وبعدها وما هو، يعني لربما بصيغة أخرى، يعني سوف يجد لذلك صيغة أخرى. وهذا العديد من المحللين العسكريين الآن أو السياسيين بإسرائيل يتحدثون أيضا يعني عن هذه، يعني بمعنى آخر نفس الشروط التي وضعتها المقاومة، ولكن نعم ربما يعني اللعب هنا سيكون على الألفاظ المستخدمة في هذه نعم الصفقة وفي بيان هذه الصفقة. نعم، حتى نستطيع أن نقول أستاذ ملحم أن هناك أمور أخرى بالنسبة لي، ماذا بعد الحرب ومن سوف يكون في قطاع غزة. أيضا لذلك يتم الترويج الآن بأنه ومتفق عليه بأنه من يستطيع أن يحكم قطاع غزة هم فقط الفلسطينيون، وليس أي لا إسرائيل ولا أي دولة عربية أخرى تستطيع أن تدخل إلا الفلسطينيون. ولكن لربما سوف نجد أشخاص أو شخصيات من قطاع غزة نفسه ليستطيع انه اسمائهم او اسم لربما حكومه او اداره مدنيه او حكم ذاتي، ولكن بصيغ ويعني ما يتناسب، يعني كما حصل هو في انذاك في بين احرار الشام وجبهه النصره اذا تذكر تلك الفتره وتغيير التسميه، ولكن الاشخاص بقيوا كما هم. هذا يعني المفاهيم التي يذهب لها. وبالنسبة بس ملاحظة بسيطة، إنه سكان غلاف غزة لن يعودوا إلى غزة والشمال لن يعودوا إلى الشمال، يعني هو نوع من الضغط، ولكن بالأمور المادية تحل كل الأمور والكل يعود، ونحن نعرف المجتمع الإسرائيلي كم تهمه الأمور المادية، وبالتالي سوف يعود ويكون هناك ضمان يعني يقدمه الجيش الإسرائيلي للمستوطنين في غلاف غزة أو في الجبهة الشمالية. يعني هذه أمور سهلة يستطيع إسرائيل أن يتغلب عليها، يعني هو ليس سوف لن يكون عائق. أهم ما بالأمر المخطوفين من الآن ووقف الخسائر الإسرائيلية في قطاع غزة، والمزيد من اليوم الإعلام يوميا يعني يصرح عن قتلى من الجنود الإسرائيليين والجرحى التي بات عبء كبير جدا في هذه المعركة، ما عدا الآلاف من الذين أصابتهم يعني صدمة نفسية والآن يحتاجون إلى علاج نفسي، حتى أن هناك نداء ونفير في المستشفيات النفسية في داخل إسرائيل. ربما نعود لنتحدث عن هذه النقطة، لكن مشاهدينا إلى جانب ما يحدث في قطاع غزة هناك أيضا تطورات متلاحقة ومتسارعة في الضفة الغربية. قبل
قليل خبر عاجل ورد على شاشتنا، قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية تقتحم محيط مخيم عسكر في نابلس بالضفة الغربية، وأيضا اقتحمت أحد المنازل في مخيم الفارعة بطوباس بالضفة الغربية. أستضيف سيد حافظ أبو صبرة الناشط من نابلس ليحدثنا عن تطورات التي تجري الآن في نابلس وفي طوباس، وأيضا كيف تبدو الأجواء هناك. أهلا ومرحبا بك سيد أبو صبرة، ضعنا في الأجواء الآن في ظل هذه الاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني الخبر العاجل هو القوات الخاصة التي تحاصر منزل في مخيم الفارعة، والحديث الآن يدور عن دفع بتعزيزات عسكرية صوب هذا المخيم الواقع في الجزء الشرقي من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وعلى ما يبدو بأن يوم الجمعة مخصص لعمل الاحتلال في مخيم الفارعة، هذا الأسبوع الثالث الذي يقتحم فيه المخيم يوم الجمعة. ونذكر أن الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال الأسابيع الماضية، في المخيم الأولى ارتقى فيها 7 شهداء والثانية 4 شهداء، وهذا يتزامن أيضا مع عمليات التمشيط والتوغل التي تقوم بها قوات الاحتلال في محيط المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وعمليات يعني تسيير دوريات للاحتلال في محيط مخيم عسكر وفي الشارع الالتفافي المؤدي من المخيم صوب قرية عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس المحتلة. هذه التحركات الإسرائيلية العسكرية تأتي بعد ساعات فقط من انتهاء اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس على دفعتين، والاشتباكات التي حدثت بالتزامن مع هذا الاقتحام في وقت كانت فيه قوات الاحتلال تقتحم مواقع أخرى لبلدات فلسطينية في شمال ووسط الضفة الغربية، أبرزها منتهى قبل نصف ساعة من الآن الحملة التي حدثت في قرية دير أبو مشعل في رام الله، واعتقل خلالها الاحتلال 21 شاب فلسطيني، فيما 7 ساعات من المداهمة والاقتحام في قرية قفين في طول كرم يعني اعتقل خلالها الاحتلال 3 شبان فلسطينيين وداهم عدد كبير من المنازل وقام بتحطيم محتوياتها. يعني الأهم والأبرز الآن مخيم الفارعة، وعلى ما يبدو أنه هذه العملية العسكرية ستطول لساعات تماما كما يحدث في كل مرة يقتحم فيها الاحتلال واحد من مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة. وكتيبة الفارعة هناك على ما يبدو أنها بدأت بالتصدي، لأنه يجري الحديث عن اشتباكات مسلحة وإطلاق رصاص متبادل في محيط المخيم. أشكرك جزيل شكر حافظ أبو صبرة ناشط من نابلس، شكرا جزيلا لك. وأعود لعزام أبو عدس للسؤال حول التطورات التي تجري في نابلس تحديدا. سيد أبو عدس، كيف تقرأ هذه التطورات وهذه الاقتحامات المتلاحقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأماكن متعددة ومختلفة في الضفة الغربية، ليس فقط نابلس وطوباس أو جنين، هناك أيضا أماكن أخرى في الحقيقة تدخل لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعيث فساد في تلك المناطق؟ يعني الاحتلال الآن عينه على الضفة الغربية، وأيا كان الشكل الذي ستنتهي عليه معركة غزة، الاحتلال يدرك بأن معركته الديموغرافية والاستراتيجية والاستيطانية هي في الضفة الغربية، وبالتالي يجب أن تكون الضفة الغربية عزلاء خارجة عن المقاومة في حالة استباحة كاملة. وهنا الاحتلال يسابق الزمن حتى لا تتحول غزة إلى نموذج تحتذي به الضفة الغربية، نموذج مقاومة، وهذا الذي بدأنا نراه في كتيبة بلاطة، كتيبة جنين، كتيبة طول كرم. وخسائر الاحتلال ومواجهاته في الضفة الغربية أصبحت في الفترة الأخيرة وتحديدا قبل طوفان الأقصى تزداد عنفا وشراسة، وبالتالي الاحتلال استفاق على حالة بأنه إذا لم يتدارك الوضع في الضفة الغربية سيتحول إلى غزة بأضعاف أضعاف الحجم الذي كان يلاقيه في قطاع غزة من ناحية المساحة، وبالتالي ستستنزف الضفة الغربية قوات الاحتلال بشكل كبير جدا. الاحتلال الآن يعمل على أسلوب الضربات الساحقة، بمعنى أنه يوجه ضربات قوية جدا ومتلاحقة للمقاومة التي للأسف الشديد فقدت الكثير من خطوط إمدادها بسبب المعارك التي تجري في غزة. لا يخفى على أحد بأن غزة هي التي أمدت
المقاومة في الضفة الغربية بالمال والسلاح والخبرات والتدريب والتواصل والتخطيط، وكان لها دور كبير جدا في إقامة كل التشكيلات المقاتلة في الضفة الغربية. وبالتالي الاحتلال الآن يدرك بأن هذا الفكر إذا تعمق وانتقل وتوسع إلى الضفة الغربية فسيعاني من خسائر هائلة، لأن الضفة الغربية تعتبر الخاصر الرخوة للاحتلال. يعني المساحة واسعة جدا، الامتداد الجغرافي كبير، القدرة على الإيذاء بسبب التداخل الفلسطيني بين الفلسطينيين والمستوطنين، كل هذه العوامل تضغط بشدة على الاحتلال حتى يحسم موضوع الضفة الغربية بأسرع وقت. وأيضا الاحتلال يريد بعد الحرب في غزة أن يسيطر على الضفة الغربية بشكل كامل عسكريا واستيطانيا، وبالتالي يجب أن يغتنم فرصة هذه الحرب الدائرة الآن في غزة، وأن يحاول أن يقضي على كل معاقل المقاومة بالضربات القاضية والاستنزاف على حد سواء. سيد مرهج، بالأمس أرجأ بنيامين نتنياهو الحديث أو التطرق لموضوع ما بعد الحرب على قطاع غزة في مجلس الحرب الإسرائيلي. برأيك لماذا أتى هذا الإرجاء؟ ما هي أسبابه وما علته؟ وأيضا يعني كيف تقرأ هذا الحدث بشكل كلي؟ يعني أنا باعتقادي إسرائيل لا تمتلك الاستراتيجية إلى هذا الحد. يعني هناك معركة فرضت، يعني حرب فرضت عليها ب27، وفعل ما فعله وما يفعله إلى الآن بقطاع غزة، ولكن لم تصل الأمور بالجانب الإسرائيلي إلى الذهاب إنه ماذا يريدون بعد انتهاء هذه الحرب والذهاب إلى وقف إطلاق نار. يعني الأمور لم تصل إلى هذا الحد، وأعتقد إنه المنظومة السياسية أو الوضع السياسي المربك في إسرائيل هو ما يجعل بيبي نتنياهو أن لا يذهب إلى مثل هذا الحديث، لأنه هو لا يعرف إذا كان سوف يكون في سدة الحكم أو لا، أو من سيأتي به. يعني أنا أتوقع أنه بعد وقف إطلاق النار في خلال أسبوع سوف يذهبون إلى تعيين موعد جديد إلى الانتخابات، وهناك أصوات كبيرة جدا وكثيرة جدا في المجتمع الإسرائيلي والسياسي وإلى ما هنالك يطالب بمحاسبة بيبي نتنياهو وحكومته. يعني دعنا نقول أنه أيضا هناك نوع من الإرباك حتى في المؤسسات اليوم في إسرائيل مع التعامل مع القضايا الداخلية للمجتمع الإسرائيلي، وكما أسلفت حضرتك بالنسبة للعلاج النفسي الذي يتفاقم يوما بعد يوم، وحتى من كان يعمل على حسابه الخاص من الأطباء النفسيين الآن أيضا جندوا وأعطوا يعني شروطا ممتازة جدا وأدخلهم في المنظومة الصحة، لأنه أساس وزارة الصحة هي من تدفع رواتبهم، ولأن المواطن لا يستطيع دفع الكلفة أو الأجرة للأطباء بشكل خاص، وأدخل في سلة الصحة. أمور عديدة كبيرة جدا وخسائر اقتصادية كبيرة جدا، وأيضا ليس فقط يعني لو نتحدث عن الاقتصاد، هناك أيضا تهديدات عسكرية، هناك جبهة ساخنة بدت من يوم أمس يتحسب لها الجانب الإسرائيلي بالمنطقة الشمالية مع المقاومة اللبنانية، هناك أيضا الحشد الشعبي الذي وضع أمام عينه يعني وتم الحديث عن ذلك أيضا في إسرائيل في قصف كريش ولربما استهدافات أخرى، يعني هذا يأتي من الجانب العراقي وكان هناك استهداف، استمرار الجانب اليمني والحوثي في محاصرة البحر الأحمر، كل هذه الأمور وعوامل يعني هي الشغل الشاغل للجانب الإسرائيلي. صحيح. طيب أعتقد ربما في سياسية تركيبتها تستطيع أن تتحدث ماذا بعد هذه الحرب وماذا سيكون بغزة. صحيح. في الدقائق القليلة المتبقية ربما سنتحدث عن هذا الأمر، ولكن أنوه إلى هذه الصورة التي نعرضها الآن على شاشتنا. هذه صورة لأحد الشهداء الذين تم استهدافهم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية على ما يبدو، ويبدو بأنها كواد كوبتر التي تحمل رشاشات، وتم استهدافه. وبطبيعة الحال كما تظهر هذه الصورة
سجد الشهيد ويعني ارتقت روحه وهو ساجد. وربما هذه الصورة تعبر عن كثير مما يجري في قطاع غزة، هذا المظهر للصبر والإيمان والتسليم لقضاء الله وقدره. أعود إليك سيد أبو عدس، هل من تعليق على هذا المشهد الذي تابعناه الآن؟ يعني وصلا ما قلته وما تحدث به الأستاذ الكريم عن موضوع الحالات النفسية، ربما نحن كمسلمين تحديدا نمتلك مفهوم لا يوجد له موازي حتى في اللغة العبرية نفسها، وهو مفهوم الصبر والمصابرة. مفهوم الصبر والمصابرة واحتمال الأجر واحتمال الثواب والبعد العقائدي تلعب دور مهم جدا جدا، ولا أبالغ إن قلت أنه دور حاسم في هذه المعركة. إذا أردنا أن نتحدث عن الجندي الصهيوني، الجندي الصهيوني الآن يعيش في مرحلة الليبرالية المطلقة ويعيش في مرحلة ما بعد الأيديولوجيا الصهيونية، بمعنى أنه لا يجد سبب ليقاتل من أجله. الجندي الصهيوني يقاتل في هذه المعركة لأن الدولة تقاتل تطلب منه ذلك. إذا أردنا أن نتحدث عن اضطراب ما بعد المعركة أو صدمة ما بعد المعركة التي يعاني منها الآن آلاف الجنود الصهاينة، جزء منهم جزء كبير يعاني من هذه الأعراض بشكل حقيقي، والجزء الآخر طبعا من باب النصب والاحتيال على الدولة حتى لا يعود القتال وحتى يسجل يعني كمعاق يأخذ رسوم وأموال من الدولة. لكن المقاتل الفلسطيني يقاتل لأجل مفاهيم أخرى، مفاهيم علمية، مفاهيم ترتبط بما بعد الحياة، وطنية ودينية بطبيعة الحال. أشكرك جزيل الشكر عزام أبو عدس خبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. وأيضا أشكر حسن مرهش خبير في الشؤون الإسرائيلية انضم إلينا من القدس المحتلة. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء. والله صمدين ومحمد ربنا غير نضل صمدين.